مركز الإنذار المبكر يعلن عن تراجع مستوى الإعصار المداري تيج إلى عاصفة مدارية، وأمن حضرموت يستعد لتنفيذ خطة انتشار ميداني للحد من أثار الإعصار. مؤسسات الشيخ خليفة بن زايد تفتح طرق سقطرى المتضررة من الأمطار والسيول. انهيار التهدئة وتعنت ميليشيات الحوثي يتسببان بنزوح 14 ألف يمني خلال العام الجاري. أهلا بكم مشاهدينا. بحث رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مع قيادة وزارة النفط والمعادن وشركتي النفط ومصافي عدن والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي في الأسواق، وواجه رئيس الوزراء بمضاعفة الجهود وتنفيذ الإجراءات المقررة لاستمرار توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين وتوفير وقود الكهرباء، مؤكدا على تنظيم العلاقة بعمل فروع شركة النفط في المحافظات وعدم التدخل في أدائها. بحث رئيس الجمعيات الوطنية للمجلس الانتقال الجنوبي علي الكثير مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري آليات العمل والتعاون المشترك، واطلع الكثير على سير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجهودها لإعادة تشكيل النقابات والاتحادات الجنوبية وتفعيل دورها لخدمة وتطوير العمل الوظيفي. أعلن مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت عن تراجع مستوى الإعصار المداري تيج إلى عاصفة مدارية خلال ساعات فجر اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع تراجعه إلى منخفض جوي مع انحسار تدريجي وكلي خلال 48 ساعة المقبلة في المناطق الشرقية لمحافظة حضرموت. وتوقع المركز في تقريره اليومي أن تبدأ التأثيرات غير المباشرة محدودة التأثير بتدفقات للسحب الركامية يرافقها هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من مديريات شرق محافظة حضرموت والشريط الساحلي الجنوبي وقبالة المياه الإقليمية لليمن من مساء الثلاثاء إلى مساء الأربعاء. عقد المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهال اجتماعا طارئا لمناقشة خطة الانتشار الميداني للحد من أثار الإعصار المداري تيج، ووجه العميد المنهالي بتجهيز قوة كبيرة من القوات الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق وأمن المديرية والدفاع المدني وجعلهم على أهبة الاستعداد لتنفيذ خطة الانتشار في مختلف شوارع مدينة المكلا في أي لحظة تتطلب دخولهم لمساعدة المواطنين. تفقد محافظ أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي الأضرار في ميناء سقطرى والمناطق الشرقية للمحافظة بعد تأثرها جراء الإعصار تيج، واطلع المحافظ على رصيف الميناء المتضرر من قوة الرياح الشديدة والأمواج العالية الناجمة عن الإعصار. هذا وأكد الثقلي حرص السلطة المحلية على بذل الجهود لتجاوز آثار ومخلفات الإعصار. قامت الفرق الميدانية الخاصة التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة الإنسانية بفتح العديد من الطرق المتضررة نتيجة السيول التي ضربت المحافظة، واستنفرت المؤسسة جميع الطواقم الميدانية ومنها فريق الإنقاذ الجوي للوصول إلى العديد من القرى الجبلية البعيدة للإطمئنان على أوضاع المواطنين هناك وتقديم الرعاية الصحية الأولية. قتل مواطن وأصيب طفلان في قصف شنته الميليشيات الحوثية استهدفت حي الشعب وحي الروضة وسط مدينة تعز، وذكر مصدر أن المواطن عبد الجواد الشيباني قتل نتيجة إصابته بشظايا قذيفة هون استهدفت حي الشعب، فيما أصيب طفلان في حي الروضة بشظايا طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية. رصد تقرير حكومي نزوح قرابة 14 ألف شخص في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري جراء التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية، وأوضح التقرير أن الموجة الأخيرة شملت نزوح أكثر من 1200 أسرة في الربع الثالث من هذا العام.
وسط مخاوف من انهيار التهدئة وتعثر مساعي السلام في اليمن بسبب تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، رصد تقرير حكومي نزوح ما يقارب من 14,000 شخص في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي جراء التصعيد الحوثي العسكري. وأوضحت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن أن الموجة الأخيرة شملت نزوح 1200 أسرة ما بين يوليو وسبتمبر، إضافة إلى نزوح 1370 أسرة خلال الفترة بين إبريل ويونيو. الأسر نزحت وفقا لتقرير الوحدة التنفيذية في فترة الربع الثالث من هذا العام من 139 مديرية تتبع 19 محافظة، واستقبلتهم 38 مديرية في 10 محافظات. كما تصدرت محافظة الحديدة المرتبة الأولى بنسبة نزوح تمثل 34%، تلتها محافظة تعز ب 23.95%، بينما جاءت محافظة مأرب التي تمثل نسبة النزوح فيها 12% في المرتبة الثالثة، ومن ثم إب في المرتبة الرابعة، ثم أبين وريمة وصنعاء. الوحدة التنفيذية أشارت إلى انخفاض حالات النزوح الداخلي في اليمن بأكثر من النصف في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من هذا العام الذي سجل نزوح ما يقرب من 3,133 أسرة مؤلفة من 16,411 فردا. وسبق للوحدة التنفيذية أن شكلت لجنة خاصة لإدارة الأزمة وتعمل على مدار الساعة، مهمتها استقبال ورصد وتوزيع النازحين ورصد احتياجاتهم وتسريع وصول المساعدات الطارئة إليهم. بالتوازي مع استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي ورفضها كل مساعي السلام لإعادة تجديد الهدنة وتوسيعها خصوصا فيما يخص الجوانب الإنسانية، أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 27,000 شخص في اليمن منذ مطلع العام. وذكرت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة أنها رصدت تعرض 4,600 أسرة يمثلون 27,600 فرد للنزوح مرة واحدة على الأقل منذ مطلع شهر يناير الماضي وحتى نهاية سبتمبر الماضي. وبحسب المنظمة تم توثيق نزوح 49 أسرة يمنية خلال أسبوع انتقل معظمها إلى محافظات مأرب وتعز والحديدة، مؤكدة أن هذه الحالات نشأت في المحافظات ذاتها. وسبق أن أعلنت منظمة الهجرة الدولية تقديمها المساعدة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لأكثر من 3,000 شخص تضرروا من شدة الصراع الدائر منذ أكثر من 8 سنوات عبر تقديم مختلف برامج المساعدات الإنسانية. أقامت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورشة عمل نقاشية بشأن تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظروف الحرب، وتناقش الورشة الوضع الحالي للأزمة المالية الحكومية والعوامل التي أدت إليها. تحت شعار تعزيز قيم النزاهة والشفافية في تحصيل الموارد المالية، نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع مؤسسات الرابطة الاقتصادية ورشة عمل بعنوان تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظروف الحرب. نحن أقمنا هذه الورشة بالتعاون مع الأخوة في هيئة مكافحة الفساد لإرسال رسائل. الرسالة الأولى أن هناك أزمة مالية قوية تعصب بالبلاد، وإن على الحكومة أن تعيد النظر في الوضع الحالي وأن تقوم بإجراءات من أجل الحد من هذه المشكلة الخطيرة جدا. رسالة ثانية للهيئات والمؤسسات الحكومية الإيرادية، نقول كفاية ضياع موارد البلد. الورشة حوت عديد أوراق نوقشت فيها تمحورت حول هيئة مكافحة الفساد والتعريف بمهامها واختصاصها وآلية تحصيل الموارد وفعالية استخدامها والإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وآثار وقف صادرات النفط على موارد الحكومة. تهدف هذه الورشة إلى بحث مسألة الشأن الاقتصادي وإيجاد الحلول المناسبة للأزمة المالية الحالية التي تمر بها بلادنا بسبب الحرب. كما قدمت في هذه الورشة العديد من أوراق العمل التي ناقشت هذه المسألة ووضعت الكثير من التوصيات والمعالجات للشأن الاقتصادي. نحن نحاول ندعم مكافحة الفساد كقطاع خاص، لأنه أول المتضررين هو من القطاع الخاص، القطاع الخاص من الفساد. اليوم اللقاء طيب، بنشوف إيش هي يعني ملاحظات الجميع في موارد الدولة مهمة، ولكن لازم تأخذ الطريقة الصحيحة وحسب القانون أو بحسب موافقة مجلس النواب. تأتي هذه الورشة
في ظل أزمة مالية تعصف بالبلاد، ويحاول القائمون على الورشة إرسال رسائل للمعنيين بضرورة الكف عن إهدار موارد البلاد وضرورة الإصلاح المالي والاقتصادي. صالح نش، الغد المشرق، عدن. نهاية النشرة، تذكيرا بالعناوين. مركز الإنذار المبكر يعلن عن تراجع مستوى الإعصار المداري تيج إلى عاصفة مدارية، وأمن حضرموت يستعد لتنفيذ خطة انتشار ميداني للحد من أثار الإعصار. مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد تفتح طرق سقطرى المتضررة من الأمطار والسيول. وانهيار التهدئة وتعنت ميليشيات الحوثي يتسببان بنزوح 14 ألف يمني خلال العام الجاري.